ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بضيوفي بمشاهديكم الكرام. حياكم الله. كما تتابعون، وزير الصحة العراقي يحذر من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ماذا عملت أو ماذا فعلت الحكومة ووزارة الصحة من إجراءات سوى التحذير؟ كل المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم وجود أي محاولة لضبط الأوضاع وعدم محاولة لضبط الحدود وإغلاقها بالحقيقة، لأن الحدود العراقية مع إيران يعني مفتوحة بشكل تام، لا توجد أي ضوابط صحية في هذا المجال، الخطوط الجوية ما تزال تعمل وتنقل المسافرين بين المدن العراقية المختلفة والمدن الإيرانية المختلفة، وبالتالي يعني كل الأسباب مهيئة لانتشار هذا الوباء لا قدر الله في العراق، مع أيضا التراجع المعروف في الإمكانات الصحية. يعني القطاع الصحي في العراق منذ غزو واحتلال العراق يعاني من تدهور كبير وعدم تطور في أي من المجالات، سواء التشخيصية أو العلاجية أو المختبرية، وبالتالي الأمور تنذر بخطر كبير في الحقيقة. نعم، هناك مقطع مصور لأحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا ينتقد فيه غياب العناية في الحجر الصحي، كيف يمكن تصديق تصريحات مسؤولي الصحة في ظل هذه الشهادات الحية والواقع الصحي المزري في العراق؟ يعني من المؤكد أن هؤلاء المسؤولين يحاولون يعني طمأنة أنفسهم قبل أن يطمئنوا الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي مطلع على حقيقة الأوضاع الصحية في العراق ومطلع على حقيقة أن الحدود مفتوحة أو سائبة بالأحرى، يعني بالإمكان للجميع يدخل منها ويخرج بكل سهولة، وبالتالي المواطن العراقي لا يصدق بهذه الادعاءات التي يتحدث بها هذا المسؤول أو ذاك في وزارة الصحة أو في غيرها من الوزارات. الجميع يعلم أن هؤلاء يعني يخدعون أنفسهم ويخدعون الشعب العراقي منذ 17 سنة. هذا الأمر ليس جديدا، الخداع مستمر والكذب على الشعب العراقي مستمر، والشعب العراقي لا يثق بهؤلاء المسؤولين، ويعني لو كان يثق بهم لما خرج في هذه المظاهرات العارمة التي يعني يشهدها العراق. الحكومة في موازنتها المالية لم تخصص مبالغ كافية لقطاع الصحة، كما هو الحال على سبيل المثال مع تخصيصات شراء الأسلحة وغيرها. أين تذهب المليارات مع غياب كامل للرعاية الصحية؟ ولماذا هذه الأولويات يعني بتلك الطريقة؟ هل يعقل أو يتصور أن مصلحة الشعب هي ضمن أولويات هذه الطغمة الفاسدة المتحكمة بالعراق التي تعمل على قتل العراقيين وسرقتهم؟ ولماذا لا تكون كذلك؟ لأن هذه الطغمة الحاكمة والعصابة المتحكمة بالعراق في الحقيقة يعني تعمل وفق مشروع الاحتلال والغزو في تدمير العراق وقتل أهله وسرقة ثرواته، وهذا ما رأيناه يعني طيلة السنوات الماضية. خلال السنوات 17 الماضية تهيئت ميزانيات بمئات المليارات، تجاوزت حتى أكثر من 1000 مليار دولار، ولم يجد المواطن العراقي يعني مستوى الخدمات التي كانت في الحصار الشامل الذي كان مفروضا على العراق في عقد التسعينات من القرن العشرين، وبالتالي يعني هناك تعمد واضح في إيذاء العراقيين وفي قتلهم في بكل الوسائل، منها هذا يعني عدم التصدي لهذا المرض وفتح الأبواب لمزيد من يعني يعني المصار. يعني في الحقيقة يعني هذا أمر يعني لافت للانتباه أستاذ مصطفى، يعني أي أحد متابع لهذه القضية يقول ويتساءل، يعني من أبسط الإجراءات الوقائية كما فعلت معظم دول العالم هي غلق الحدود، وقف التعامل التجاري على سبيل المثال، الاحتياطات داخل المطارات والمعابر الحدودية، هذه إجراءات ألف باء في الوقاية والرعاية، لماذا لا تقوم بها الحكومة في العراق؟ بالعكس، نحن رأينا أن في أول أيام الإعلان عن انتشار المرض في إيران وجدنا إغلاق لأحد المنافذ الحدودية ثم أعيد افتتاحها،
وبالتالي يعني سمح للجميع أن يدخل ويخرج كما يشاء، ما تزال الطائرات تذهب كما قلت إلى المدن الإيرانية وتعود إلى المطارات العراقية سواء في بغداد أو النجف أو غيرها، وهذه كلها عوامل لنقل الأمراض. بل حتى هناك معلومات أن الطائرة التي جاء بها زعيم التيار الصدري الإرهابي مقتدى الصدر من لبنان أيضا كانت تحمل يعني عناصر مصابين بهذا المرض، ويعني هو جاء أصلا من بؤرة انتشار وباء فيروس كورونا من مدينة قم الإيرانية، هو كان هناك ثم اتجه إلى لبنان، وفي هذه الطائرة هناك معلومات أن الطائرة التي جاءت به من قم إلى نقلته من قم إلى بيروت ومن بيروت جاءت به إلى النجف كانت تحمل بعض المصابين أيضا. نعم، هل يمكن تفسير ذلك بأن ولاء المسؤولين في العراق أهم، يعني أهم بكثير من الشعب العراقي، يعني هذا يدفعهم للمخاطرة بأرواح الناس بهذه الطريقة؟ يعني هذه العصابة تقتل العراقيين منذ 17 سنة، هي قتلت عشرات الآلاف من العراقيين في كل مكان، في شمال ووسط وغرب وجنوب العراق، وبالتالي يعني وبكل الوسائل، فليس هي لا تتورع عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق العراقيين. وكما قلت هذه العصابة هي تنفذ مشروع احتلال العراق في تدمير هذا البلد وقتل شعبه وسرقة ثرواته، وربما تكون فرصة فيروس كورونا عامل مضاف لهذا المشروع لكي يحققوا مزيدا من القتل والإجرام بحق العراقيين. شكرا جزيلا لك السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.